دكتور ماله؟ هو ماله؟ انت جاي دلوقتي تقولي له ماله؟ ليه هو مات؟ مات ايه؟ ده بيتحاسب دلوقتي يا وليه. انت بتاكلي مع الواد ده؟ ايوه. ما تاكليش معاه خالص، سيبيها كل واحده في اوضه لوحده. الواد هيموت، عنده انيميا. فرخه بلدي كل ست ساعات. خدي استني، خدي تمر الفرخه اهي، ما اشوفش وشك في العاده دي تاني. مفيش ضمير؟ مع السلامة يا حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه دكتور رسم تقولش باش مهندس؟ وش الخير عليا، طمنيني. في كام نفر بره بالصلاة على النبي؟ اللهم صل عليك يا نبي. ايه العدد في الليل؟ ما تقوليش. اه هو في حد من اصله؟ ادعي لي يا حاج، ادعي لي يا حاج بس من قلبي كل نبي. ربنا يكرمك يا ابني. يا رب. بس لو ما بتنشفش دماغك خلاص بقى. اه يا حاج، ابعت لي يا حاج. اهلا يا سليمان. يلا يا استاذ خالد اتاخرنا على السفارة. ومالك مستعجل كده؟ عايز اسافر بقى، زهقت. عجباني قوي ثقتك في نفسك، محسسني ان السفير يبقى ابن اختك مثلا. ده قلنا اقدر افهم بقى حضرتك ما سافرتيش لغايه دلوقتي ليه؟ عشان سفر يزيق قلته يا ماما. مراد ما بيخليش اي حد يعمل اي حاجه في القريه، زائد ان طريقته غريبه في الشغل ما بحبهاش. معلش، ما انت لازم تستحمليه لحد ما نشوف القريه بتاعتنا ماشيه ازاي وهو تفكيره ازاي. انا مش فاهمه بجد، يعني ليه ما تجيبيش محاسب يقول لك ايه الفلوس اللي داخله واللي خارجه؟ لا انا مش عايزه مشاكل مع مراد، حاولي تستوعبيه، شغلي دماغك شويه. انت ليه عامله حساب لمراد ده ازيد من اللازم؟ علشان فلوسنا وتقريبا كل حاجه بنملكها في ايديه. خلاص يا مامي انا هسافر عشان خاطرك، بس انا مش مستريحه للسفريه دي. خلاص بقى. بسم الله الشافي. هتعمل ايه؟ هعمل يعني ايه؟ هحلق لك يا عمي، هكشف عليك طبعا. حازم دي زقه يا عم، ده عمال يهزر. بقول لك يا عم انا مش فاضيلك، انا حلال كتير يا عم. روح يا بايدة ما تحرق لا زبون. خلاص يا محمد تكشف عليه بالعافيه. خلاص يا حاج، بعدين بعدين يا حاج بعدين. يلا يلا شوف النور الاحمر. اكشف على الراجل، اكشف على الراجل. هم معلقتين عسل وشويه حبه بركه ويبقى زي الحصار. يا اهلا وسهلا. امال فين سلمى يا علي؟ مع نهى، اصل ابوها تعبان شويه في المستشفى عشان كده نهى ما جاتش. تعرف يا خالد انا بعز اصحابك ليه؟ لانكم من صغركم محافظين على صداقتكم. مال يا حاج مال كامل. يا عشرة عمر. كانت ايام سودا يا حاج. بعد عنك فكنا بقى يا عم ابوك. ما هو عارف. الو. ايوه يا حبيبتي. امتى ده؟ سايق مشكور، شكر الله بسعيك. كفايه كده يا نهى، عشان خاطر اخواتك الصغيرين. كمان مشكلة تانية، معايا بابا خلص كل فلوسنا، مبقاش حياتنا غير حتة أرض وفي آخر الدنيا. طب وهدي شوية يا نهى، عايزة حد يشغلها بقى. ما كانت شغالة زي الفل، وعموما الموضوع لسه في إيدينا. إزاي يعني؟ يعني روح إحنا شغله تاني. صدقيني يا نهى إحنا نقدر نعمل كده. نقدر يا جماعة؟ لا بالراحة شوية، افتكر الموضوع عايز شويه تخطيط. طب ما تبيعوا المكان وتريحوا نفسكم. عين العقل يا استاذ، المكان يتباع وكل واحد ياخد نصيبه حسب شرع ربنا. لا بيع لا، دي ما كانتش وصيه المرحوم. ابوك الله يرحمه اشترى حته الارض دي عشانك انت واخواتك لما كانت صحراء. دلوقتي بعد ما دبت فيها الحياه لازم تستفيدوا منها. مين الاستاذ ده؟ وكل حمزه صاحب بابا، وكان معاه لحد اخر وقت. اهلا وسهلا. المهم اخد نصيبي، وده اخر كلام عندي. يعني انت يا عمي همك الفلوس اكتر من وصيه اخوك اللي لسه مدفون امبارح؟ ايه ده؟ هي الدنيا ما بقاش فيها بني ادمين ولا ايه؟ عد مش وقته. ومين الاستاذ ده كمان؟ بقول لك انا اتخنقت. تقدر تقول ان كلنا كده اخواتنا. شكر الله وسعاكم. انا قلت كل اللي عندي. السلام عليكم. ولا يهمك، احنا كلنا معاكي. ايوه نهى، احنا كلنا معاكي ورجلينا على رجلك كمان. كده ولا يا خالد؟ طب كده معاكي طبعا كلنا. اه يا بنتي ما تنشفيش دماغك واسمعي كلام عمك وريحيه وريحينا كلنا بدل السفر والبهدله. يا ماما يا ماما، الارض دي ممكن تعيشنا مستريحين بقيت عمرنا بدل ما نبيعها وفلوسها تتصرف ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. وبعدين دي وصيه بابا الله يرحمه. يا بنتي المشاريع دي ليها ناس، وانا خايفه لحد يضحك عليك. لا نحصل الارض ولا نحصل تمنها. يا ماما انا هبقى لوحدي، علي وسلمى هيتجوزوا هناك، وكمان معايا خالد زميلي في الجامعه انت عارفاه، ودكتور محمد قريبه، وانكل حمزه
وده بقى كان عايش هناك وعنده خبره كبيره في السياحه. انا عمري ما قدرت اقنعك بحاجه، دايما بتعملي اللي في دماغك. برضه دماغك ناشفه زي ابوكي. المره دي بس، وبعد كده اوعدك ان انا هسمع كلامك وانا مغمضه عيني. يا خيبتي يا خيبتي يا خيبتي يا ملت بخت على الراجل اللي خلفته. انا كان قلبي حاسس ان البنت نوها المفعوصه ديت هي اللي هتخليك تهج من الدنيا كلها. يا امي هيج راح فين؟ هو انا رايح العراق؟ انا رايح مرسى علم يا امي، مرسى علم. وبعدين عايز تسافر وتقفل العياده بتاعتك اللي كل شويه بتشغي. يا فرحتي بالعياده، يا فرحتي بالعياده يا امي. لو طول النهار عمال اكشف عليك عشان احلل فاتوره النور بتاعه العياده، نسيبوني الكتاب اللي بيخش على بدفع 10 جنيه بديله 20 جنيه ثمن العلاج وهو ماشي. ما هو خدت امك يا امي. وبعدين حد قال لك ان انا هروح مرسى علم اشتغل منجد؟ ما انا هشتغل دكتور برضه. هسافر يعني مش هسافر؟ امي عشان خاطر ما تجننيش. شوف مش هسافر. والنبي يا امي عشان خاطر. الا ساعه وفين وشنط لسه ما جاتش. فيه ايه؟ معلش معلش، اصل في جازه طياره وصلت في نفس الوقت. مش مصدق انا لغايه دلوقتي ان امك سابتك تسافر لوحدك. ليه يا عم؟ ما انا سايبها طول الليل عماله تغلبني في بلاي ستيشن. اه والله غلبت 17-0. يا نهار ابيض، مع انه كنت بلعب بريال مدريد وهي كانت بتلعب بام. ايوه ايه 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 ايه. انا سمعنا الحدوته دي 70 مرة، عرفنا ان انت انقذتها من تحت رجلين الحصان. بيتهيالي ان انا شفتها دلوقتي. دي تهيؤات يا عم. الو ويلكم هوتيلا هوتيلا سينيوريتا. نهار ابيض، نهار عمله محليه. اتفضلوا اتفضلوا يا سيدين، الف حمد لله على السلامه. يا عم انت بتتعصب على الشغل كده ليه؟ في حاجات تتكسر هنا. البهوات حاجزين في فندق معين ولا ظبطكم بطريقتي؟ تظبطنا ازاي يعني؟ ما احناش حاجزين في اي اوتيل. اتفضل. هو ده كم؟ بقول لك ايه، مش عايزه تريقه، لعلمك هو محتاج بس شويه فلوس وهيبقى اهم كم في البحر الاحمر. لعلمك هو محتاج شويه تزويت تبقى جنب الجبل بن رمضان الاحمر. عم حمزه الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ انا كان عندي شغل في اسوان خلصته ويا دوبك لسه واصل. على فكره يا جماعه، عم حمزه اشطر طباخ انا شفته في حياتي. طباخ بس وتور جايد كمان. اتصرف، عرف لي مين الورثه، عرف لي عنده شركه ولا ما عندوش. حاول تركز شويه في الموضوع ده، الوقت بيجري. انا سمعت سعادتك ان الراجل صاحب الارض اللي مات كان كاتب في وصيته ان الارض ما تتباعش. تلاقيهم بيقولوا كده بس عشان يغلوا سعر الارض. لو في اي ميلاد جات لي من الاي جي اي بلغيني على طول. اوكي يا فندم. مختار، الموضوع ده لازم يخلص بسرعه قبل الجماعه الامريكان ما يوصلوا. انا عايزك تطمن سعادتك، هيخلص هيخلص باي شكل. لو اصحاب الارض طمعانين في قرشين زياده اديهم وخليهم يشيلوا الزباله بتاعتهم، وقول لمهندس المشروع يصور المكان بصور شيك ويحط فيه معدات عشان الناس لما تيجي تحس ان احنا ابتدينا نشتغل. عايزين نعمل شو يعني. اطمن سعادتك.